بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره جدا ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفتين لذاذ قوي. اول وصفه هتبقى حلوه جدا مع الرز البايت ونعيد تدويره كده بحاجه بسيطه جدا، وهنعمل كرات الرز المحشيه جبنه خطيره. وصفه حلوه جدا جدا وهتتاكل، هتعجبكم قوي. الوصفه الثانيه هنعمل سلطه البنجر، اكتر سلطه بحبها جدا، سهله وطعمها لذيذ قوي قوي، ضروري تجربوها. يعني متاكده لو جربتوها هتقولوا ايه العظمه دي، هتعملوها دايما ان شاء الله يا رب. الحلقه النهارده تعجبكم والوصفات تعجبكم. فاصل بسرعه جدا ونرجع على طول نعمل كرات الرز بالجبنه، خليكم معانا. انا جيت. هنعمل اول وصفه دلوقتي كرات الرز اللي بالجبنه. ايه بقى قصتها دي؟ بص، انا هحتاج الاول ان انا هعمل رز. انت لو عندك رز بايت هيبقى الحكايه سهله قوي، وتحطي عليه شويه لحمه مفرومه معصجه على شويه بسله كنت سلقاهم قبل كده او اللي هم الفروزن دولت، يبقى عندك خلطه الرز باللحمه المفرومه والبسله. لكن انا هعمله معاكم دلوقتي لو انتوا ما عندكيش رز بايت او حاجه، فانا كده كده هحضرها معاكم واقول لكم مقاديرها. عشان نعمل الرز ده هنحط مثلا حته سمنه او حته زبده مع معلقتين زيت مثلا، هنحط بصلايه متقطعه صغير، معانا لحمه مفرومه اي كميه، يا رب حتى معلقتين كده بس من اللحمه المفرومه، وهنحتاج كمان 2 كوب من الرز المصري، كوبايتين رز مصري، معانا شوربه بقى، ممكن ميه سخنه براحتكم خالص. انا هستخدم الميه السخنه مفيش مشكله، وهسخنها اهو، وكمان ملح وفلفل، معانا برضو شويه بسله اللي هي البسله المجمده هتبقى لطيفه جدا مع الرز، ومعانا مكعبات من الجبنه الشيدر او ممكن جبنه شيدر تكون مبشوره مفيش مشكله، هنحشي بيها الكور اللي احنا هنعملها من الرز دي. وبعد كده هندحرجهم في دقيق وبيض وبقسماط ونحمرهم في الزيت، زيت غزير كده، وشويه بقى بقدونس في الاخر خالص بقى على الوش بقى كده قبل الاكل. بس كده وصفه ظريفه جدا وحلوه قوي، وبصراحه انا يعني احب قوي اعملها لما يكون عندي رز خلاص يعني العيال مش هياكلوه وبايت، فايه نعيد تدويره كده بشويه لحمه مفرومه. انا عايزه اول حاجه احطها احط زيت وزبده عشان نعمل الرز، معلقتين كده زيت وحته زبده صغيره كده، ونقلب كده، عايزه بس كده الزبده تسيح، وننزل على طول بالبصل علشان هنعصج اللحمه المفرومه كده. البصلايه بس تدبل كده، وهديها رشه ملح يساعدها كده انها تدبل اسرع. اول ما تدبل كده خفيف هننزل على طول باللحمه المفرومه زي ما قلت لكم اي كميه. انا هحط كده معلقتين بس من اللحمة المفرومة، علشان نعصجها كده، ونقلب، ونحط لها بقى الملح والفلفل، فلفل وملح. اول ما تتعصج بقى وتبقى تمام هننزل بالرز، واخر حاجه البسله وميه سخنه او شوربه، ونسوي الرز بالطريقه العاديه خالص، هيستوي بقى مع اللحمه المفرومه. لكن لو انت عندك رز بايت هتحطي عليه اللحمه المفرومه المتعصجه دي كده على طول شويه كده مع الرز، وممكن تحطي بسله او ما تحطيش براحتك. اللحمه كده اتعصجت وريحتها خطيره. نجيب بقى الرز نحطه ونقلبه كده مع اللحمه
ضروري نقلب الرز في المادة الدهنية اللي احنا حاطينها في الحلة، سواء اذا كان زيت او زبدة او سمنة، علشان يفلفل معاكي، ما يبقاش معجن. عايزين نقلبه كده، واخر حاجة شوية بسلة بس كده اهو. ولو البسلة عندك مستوية وفروزن، يبقى بعد ما الرز يستوي يبقى حطي البسلة كده في اخر 5 دقايق عشان ما تتهريش منك. بس كده، ونجيب بقى المية السخنة ونحطها ونغطي بيها الرز، يعني يبقى ارتفاعها كده ايه، اعلى من الرز بعقلتين صباع ولا حاجة. ونسيب الرز الحلو ده يتشرب، وبعد ما يتشرب هنغطي الحلة ونسيبه يستوي لمدة ربع ساعة بس كده اهو. هشيله هنا، وعايزة اجيب الزيت عشان نحمر فيه الكور اللي هقولكم عليها، ونخليه هنا على النار دي كده. تعالوا بقى اقول لكم على الباقي، استنوا ما الم اشيائي عشان اوسع مكان. بعد بقى ما الرز ما بيستوي، او لو احنا عندنا رز زي ما اتفقنا، اهم حاجه محتاجين ان هو يهدى ويبرد قبل ما نبتدي ايه نستخدمه. اهو بصوا، هتلاقوا معايا اهو، ادي الرز بالبسله واللحمه المفرومه. طب هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هناخده نعمله كور، ومعانا جبنه شيدر اهو متقطعه ايه مكعبات، او ممكن تبقى مبشوره مفيش مشكله. هناخد شويه من الرز الحلو ده، لازم يبقى بارد اهو كده. هفتحه كده بس الاول، وناخد حته جبنه شيدر اهو. تمام، وهقفل كده. فانا كده هبقى ايه عملت كوره، وهدوس عليها كده وهضغط عليها كويس علشان تمسك. ويا سلام بقى لو كان الرز بقى معجن معاكي وباظ ومش عارفه تعملي ايه في الحوسه دي، هي الوصفه دي هتظبط لك الدنيا، وتقولي لهم انا اصلا قصدي اعجنه عشان اعمل لكم كور الرز بالجبنه. خليكي كده واثقه في نفسك. ادي اول كوره، تعالوا نعمل واحده تانية. نحط الجبنة الشيدر، والله دي بتطلع خطيرة، وطعم اللحمة فيها حلو قوي، والجبنة جوه بتسيح مش قادرة اقول لكم. انا هدحرجها بقى في دقيق وبيض وبقسماط، وممكن بدل ما ندحرجها في دقيق وبيض وبقسماط ونقليها، ممكن ندخلها الفرن هتبقى حلوة جدا. اهو معانا الكورتين الحلوين دول، ومعايا البيض عايزين نخفقه ونرش بس عليه ملح وفلفل، ملح وفلفل، وكمان شوية الدقيق اللي معانا هنحط لهم برضو ملح وفلفل، ملح وفلفل. نقلب الدقيق كده اللي بالملح والفلفل ده يبقى متبل، ممكن كمان نحط له بصل بودرة وتوم بودرة عشان يعمل طعم حلو. بصل بودرة وتوم بودرة ورشة بابريكا، يبقى احنا كده ايه تبلنا الدقيق عشان يعمل كده كفر طعمه حلو. ونيجي هنا بقى ايه على البيض، نخفقه اللي متخفف بشوية لبن وعليه ملح وفلفل. بس كده، واخد الكورة الحلوة دي بتاعت الرز، هنحطها الاول ايه في الدقيق اهو. الدقيق برضو هي ايه هيقفلها كده ويخليها متماسكة، وبعدين هندحرجها كده في البيض اللي متخفف بلبن. ومعانا نوعين من البقسماط، البقسماط الخشن يا اما كورن فليكس مطحون انت تطحنيه، يا اما في دلوقتي موجود عند العطار وفي السوبر ماركت البقسماط بتاع البانيه، بتاع القلي البانيه. دوسي عليها كده حلو قوي، وهندخلها بس التلاجة نص ساعة ولا حاجة قبل ما نحطها في الزيت. دي حاجة مهمة جدا برضو علشان تبقى ماسكة نفسها والجبنة ما تخرجش منها. بعد ما بتخرج من التلاجة، زيت غزير بنحمرها، او طاسة فرن
عليها رشه زيت ونحط الكور دي، وبرده نرش عليها رشه زيت وندخلها الفرن، فرن سخن درجه حراره 200 في الرف اللي في النص. هتاخد لها تقريبا ربع ساعه وهتلاقيها احمرت كده واخدت لون، بس طبعا طعمها هيبقى مختلف شويه عن اللي مقليه في الزيت. وفي جميع الاحوال هي اصلا الرز مستوي وكل الحاجات مستويه، كل ما هناك بس ايه انها هتاخد كفر كده لونه حلو، والجبنه اللي جوه هتسيح شويه وبس، وبتبقى خطيره زي ما انتم شايفين. بصوا شكلها عامل ازاي، تجنن تجنن، هتعجبكم جدا، والعيال هينبسطوا بيها وهياكلوا الرز، وهتبقي انت برضو ايه طلعتي من مأزق ان الرز بايت ومش عارفه تعملي بيه ايه، حرام ترميه او ان هو عجن شويه منك، فاعملي كده. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. فاصل الم اللحوسه دي كلها ونرجع نعمل سلطه بنجر خطيره، خليكم معانا بعد الفاصل. يلا نعمل سلطه خطيره، شويه سلطه كده يا جماعه، سلطه البنجر حلوه قوي قوي قوي، انا بحبها جدا، وهقول لكم ازاي تعملوها، ضروري تجربوها، هستنى رايكم فيها لانها عالميه خطيره. بصوا انا معايا بنجر مسلوق، احنا بنجيب البنجر حلو كده بنقشره، وميه سخنه بتغلي على النار ونسقط فيها البنجر كاننا بنسلق بطاطس، بطاطا يعني، نتعامل معاه المعامله دي، ويتسلق لما يتسلق نطلعه كده يهدى ويبرد، او تحطيه في بوله فيها ميه ساقعه عشان تعرفي تمسكيه وتقطعيه مكعبات شكلها حلو كده، تبقى متناسقه وجميله تمام. ومعايا بقى ايه، معلقتين من الكزبره الخضراء، يعني مثلا ربع ربطه كده ولا حاجه من الكزبره الخضراء، او حتى اقل من كده مش مشكله، عايزين شويه صغيرين كزبره خضراء تمام. وهنعمل دريسنج بقى بتاع السلطه دي، يعني الدريسنج بقى ده هو اللي هيعمل طعم في البنجر مش معقول. عباره عن ايه بقى، معايا عصير برتقانه تمام، البرتقان موجود دلوقتي عصير عادي، عصير برتقانه، محتاجين كمان عصير ليمونه، 3 معالق كبار من زيت الزيتون، وزيت الزيتون في السلطه دي هيفرق، ممكن تستخدمي الزيت العادي بس زيت الزيتون احلى بكتير. عايزين معلقه كبيره من الخل البلسمك، الخل البلسمك ده يا جماعه موجود وحلو جدا، وبنجيبه بنستخدمه في تتبيلات كتيره قوي للحمه والفراخ وكمان للسلطات، فبنجيبه مش مثلا هنعمل بيه دي وبعدين هنركنه، لا انت حطيه على سلطات كده بيبقى تحفه، مع دريسنج اي سلطه، او ممكن مع تتبيله الفراخ المشويه او اللحمه المشويه او اجنحه الدجاج، بصوا يعني ظريف جدا بيعمل طعم حلو قوي الخل البلسمك، حتى مع الوراك بتاعه الفراخ المخليه عملناها مره تحفه. وهنحتاج كمان معلقه من العسل الابيض، ونص معلقه صغيره من المستردة، وفص واحد بس من الثوم المفروم، وملح وفلفل بس كده، وكله بقى احلى سلطه بنجر بالشوكه كده، البنجر كله فوائد وبرتقان والليمون والثوم اللي هنحطه معاه هيرفع كمان من قيمته، وهتنبسطوا بيه قوي ان شاء الله، يعجبكم جدا. انا لما ببقى متحمسه قوي الاكله كده ببقى عايزاكم تجربوها قوي. ادي البرتقان، وياخد الليمون، تعالى يا ليمون اهو، ليمونه واحده، وهناخد العسل الابيض كده، والمستردة كده برضو، والخل البلسمك، والثوم، فص ثوم واحد بس مش هنكتر، وزيت زيتون كده بس، خليه جنبي اشوف ممكن نحتاج شويه اكتر، زيت الزيتون خداع، ممكن بعد ما نحط حبه نحس ان احنا عايزين نحط تاني. نقلب كده، حط بقى ملح وفلفل، ملح ورشة فلفل،
ونقلب كويس قوي، وناخد بقى البنجر الحلو ده وننزل بيه بقى كده. يا سلام كده، وتسيبوه بقى كمان شوية، تدوا فرصة كده للبنجر ان هو ايه يشرب التتبيلة دي كده، والكزبرة الخضراء الحلوة اهو كده اهو، ونقلب. وهاتوا الشوكة بقى ويلا بينا. سلطة البنجر خطيرة، طعم البرتقال فيها، خصوصا لما بتسيبوها بقى شوية البنجر يشرب من التتبيلة كلها، يشرب من البرتقال بقى والثوم وكده، بتبقى تحفة. حطها في طبق التقديم. ياس، خطيرة وشكلها مفرح كده وتفتح النفس، جميلة جدا. نقدر نضيف لها على فكرة خيار لو عايزين تحطوا كمان معاها خيار، هتبقى ظريفة جدا. ممكن كمان تحطوا معاها طماطم، لو عايزين تضيفوا أي خضار تانيين هيبقى حلو. وهي خطيرة، جربوها إن شاء الله. الحلقة خلصت. يا رب تكون عجبتكم. عملنا أول وصفة مع بعض، كور الرز بحشو الجبنة، وصفة حلوة جدا، مناسبة للرز البايت أو الرز المعجن، أو حتى تخترعي كده أكلة جديدة مختلفة العيال ياكلوا منها، ياكلوا بيها الرز وفيها بسلة يعني بصوا هتبقى ظريفة إن شاء الله، تجربوها. والوصفة الثانية سلطة البنجر، جميلة جدا ومغذية وسهلة وترفع المناعة كده إن شاء الله، يا رب تعجبكم، تتاكل جنب المشاوي تبقى حلوة قوي. جربوها قولوا لي إيه رأيكم. بشكركم جدا ان انتم تتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعة 1:30 على قناة النهار في برنامجكم أكلة بيتي. باي باي.